الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، والوالدين والسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنت وحارب وحير إنان عدايو كلا بدل دد بضنا سوقري وحير يا شيخ ومحا ودحي درها دوحان سوقي لي هذا حسوسة أفر ركعو ولتكادو وحالا دحاي مالينتي رسول صلى الله عليه وسلم هذا حديث أسوقي لي درها أسوقي لي سوقي لي رسول صلى الله عليه وسلم حول حديث كوبات حديث القدس واي يا ابن آدم اركع لي أربع ركعات من أول النهار أكفيك آخرهن. حديث كالباد نوح أها سيد وكروك أسير رسول صلى الله عليه وسلم محور يا ابن آدم صلي لي أربع ركعات أكفيك آخره. لا بضاس حديث لا بضا حديث مركع قلما ماذا وحي لهين أفر ركع قفكي مالنت بالله وإذا تكذو إلهي سبحانه وتعالى مالنت آخر كذا أنت لمو كافنا وكافنا. طيب مرك الله وضع سرك وأفر تاسرك أما كان صلاة الصبح مية مساء وحاول ما ننسى كلمة أزوج لي حاول ده تكون فيز قشة أم لينا وحيله هن أفر ترك عضو حظ مية مساء وحاول يا أبغى ترك على صلاة الصبح كهر رئي سواء كي نقطه ما ننتى علم هذا لبقى قولي قبان قولك ود بحيله هو صلاة الضحى واي وأفر ترك على لبقى لبقى لوت كذا ولما قارنا وحيله هن مية والله برك على صلاة الصبح كهر رئي سواء إيه الله وضرك أفر تاسر كوا سخلافك أجب أحد وحاقوف يعني مرك أذيك هنا لا بضرك على صلاة الصبح كهر رئيس دي تكتل لا بضرك على سنة دنا أو صلاة الصبح نتكتل جماعة كتكتل تاسكو أفترك عدم بني أتكتل أفر تاسر كام حكا قاد نيسا هنا تكتل بالله عليكم هدي قفك أودا دقيقة وحوت كذا لا بركة وحوت كذا. طيب هدي دقيقة لا بركة وحوت كذا إسكت دروح يلقون إسكت لي سديت ركعة نقول نيسا سديت دقيقة نقول نيسا. طيب هذيك الأفر دقيقة نقول هذيك طبعا دقيقة بقى أنك اللي قنوا قفك طبعا دقيقة هدوت كذو طبعا دقيقة دو قفك تكذو أو ما هل أنت نقول إلى علينا سدح إلى واتن دقيقة يكون سدح إلى واتن ساعة يكون تم دقيقة آت هي ستة إلى واتن ساعة يكون تم دقيقة آت هي ستة فعل هذا سدح إلى واتن ساعة يكون تم دقيقة هذا هاي ستين أو طبعاً دقيقة أتوقعت تقول اسمي كوه هاي سه ما يواجه هذا ولا علي الآن كنت ذالنا سديد عن ركعة مال وبلدته كان عاي وسديد ركعة وآد وفضد واي أو قف والبو ما يقيك هذا نساء خالي هوا برنامج انترنت كانت كمبيوتر كان كلامك فينا قف كسو قراي مركا سوري طيب ولا عليه سديد ان ركعه انكو الى انكو تكونو بل وحافي عن رسول صلى الله عليه وسلم صلاه الضحى مركو كشيكينا صلاه الاوابين وكما هدارت وحاوني يتافر ركعه سديد ركعه ادي سان سان وحلو بها صلاه الصبح لا بركعتك لا بدرك عنكو شيغا ساو توكتت ادان كسينا ما انت حكمك تنكو بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حور قفكي تو كذا لا بركع صلاة الصبح كهر وحي كخير بدن تأدون كأي وحك جردا ولا بركع ضوت واحد ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها الدنيا بسمع الدنيا ذي إيه وحي كجر لا بس ركعة كخير بدن بل النبي محمد صلى الله عليه وسلم وليس كم موسى تجي حتى مرخو سفر يوتو كان جلسي عائشة رضي الله عنها وشي جيسو إذا لا بس ركعة الدنيا كرنك هذا قيام بدن توليها حك تجي أنا كوشي قال طيب صلاة الصبح إن جماعة كتكت آذي وقيمة بدن تاي نبي محمد صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح جماعة لو تكن فضائل البطن وشيء طبعا فضل يا الله شيء ما حاكم بدما تقانا ملائك إني إيماني صلاة الصبح إيدي قيسني سيرا سبحانه وتعالى وحور إن قرآن الفجر كان مشهودا ملائك الرسول صلى الله عليه وسلم حديث كالوحور نو شيء ملائك إني سكاب بدل يسو لا بركة لا ملائك نو صبح كو إيماناي وأذو صلاة الصبح كو جرت كو إيماناي كاتجا عصر كاتجا كان كلاني مدى صلاة الصبح كو إيمانا عصر كو كل جوا عصر كمدى كو إيمانا صبح كل جوا أسبت بدلا ين مركة طيب ملقي إلي سبحانه وتعالى أتقر ريبورو بحنا وحولي أوكي أحمد وحان أتقي أصو صلاة الصبح تكنا يا أتقي وشهادة لغو سيوا لكن ذيكو جيفت دي لغو يما ذاك ورهن أحمد وجيفا أتقي واي كي كات تقين وحولي أحمد وحان كسو أتقي أصو صلاة الصبح كجرو هادو هادو جيفت كاتك دم حولي احمد وحان كاتك اصو جيفان كاتك اذا كان كوب بالله باين وحو كوب بالله خير وكوب بالله صلاة دينا كو جرتي
casirkana salaada ku xirtay kan kala maalinti kala ku iimaanay sidoo kale casirka salaada ku yimid subax salaada ku tagay idan buugaaga dhan oo ilaahay loo gudbinay khayrna uu ku bilaabano khayrna uu ka heroya soo ma jeedid salaadana subax rasuul sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri qofkii salaada subax usoo kala masajid ka yimaada bashir almashaa'ina fi dhulmi ila almasajid bin nuri tami yawm alqiyama dadka masaajidka yimaado mugdiyada soo socdo salaada subax waa mugdiga soo kalahaaye imaanay ugu bishaaray nuur taam nuur dhameystiran ugu bishaaray maalinta qiyaamo idan fiiri labada rakac salaad subax ka horeysa waa khayrun min adduunya wamaa fiiha adduunyadii wax ku jiro dhani ka khayr badan tahay salaada subax toban fadli ayay leedahay waxaa ka mid itaamiin insurance luugi maalinta dhibka dhan lagaa ilaaliya ka mid waxyaala badanaa ku jirto ayib afartan rakco oo la tukanayo salaada duxa aanba dhahnaa wuxuusan salaada subax duxa la tukanayani rasuul sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri qof walbo ibni aadam eh mafsalkiisa xubnihii 300 iyo dhowr wuxuu leeyahay xibnuu leeyahay oo meesha la laabmaysa leeyahay mid walba waxaa laga rabaa sadaqo maalintii 300 iyo xoogo ma sadaqaysa karta jawaabtaadu waxa waaye maya waa idan laba rakco salaada duxa tukanayo ka kaafinaysa ayib laba rakac kale ku dar afar rakac kandhig سديت ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم تامس تكنجر إذا وحلو بهاي أفرتان ركعو إي أفرتان وحبها اسكو كون فيوز جروبين ما كان ميوفر أنت كم ميوفر أنت خير كبتسو هذا فير إكزامبل دانكو يلير أقول شقة صوغل شقة مركا يقش مركا يقود ما تلويرا أوكي شقة هذاك بحد ساعة عدي لواتن دولار أنكو حساب هذا توم كوشقين دبل أنكو حساب مسيجوجي مسوا بحيس قفك عقلي قال وحول النوم شقة كان يقوم بدن بيسو وقادنا ماشي إذا سيجوجا وحيدا وأن وضنا إذا وحالة ربع مركا قفك ينصاص وكلو أفكره خير كهديهن كما في عن مسكنا في عن كلهر مري كيف عن مسكيا في عن مثلا وقت صلاة الصبح مركي لو صوص استغفار صلاة مركي لا بح السلام عليكم لي راهم استغفر الله استغفر الله استغفر الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله صدني سدح الحمد لله صدني سدح الله أكبر صدني سدح اللي يراها ما خير بدل من كتاب الا سوق هذا لك فراف يعني واختي قاس وحافي يعني سدح من استغفر الله تراه سبحان الله الحمد لله الله اكبر سدي سدح سدي سدح تراه لا اله الا الله بقول كذب كتابك او قرانك سوق قاضى كذب قرانك سوق قاضى وقت هذا ساسو كل اسميني ست ها واختي كان كيف فضل بدل هذه لكن كان ميجي ضبولا ساسو كلها استعمال صلاه الصبح لو ادرك كوري ستكو صلاه الصبح الجماعه كتكو لبو افرت ركع الضحنا تكو waxay ku waa salaad waay bal rasuul sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri salaada wax loogu dhawaada ilaahay waxa ugu fiican salaade fa akthar sujood sujooda badiya abdullah ibn umar radiyallahu anhu abdullah ibn umar radiyallahu anhu ama wuxuu ahaa abdurrahman ibn abu bakr radiyallahu anhu midu ahaa rasuul sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri oo riyo arka riyadii loo fasiray markaas wuxuu ku yiri abdullah iyo qof fiicana tahay hadaa habeenkii salaada ku dadaali lahayd عبد الله وحور ما أنت سوحي كدم بصلاة والبقية من الليل كما تجين وراه كما تجين إذا صلاة وحي على أهل وقول له وذي لا وحوفي عن سجودة أو وفي عن بل نبي محمد صلى الله عليه وسلم لنا أوي مدحور يا رسول الله هبل إيه هبل ولا لي أهاين هل مري سوء إسلامين هبل جهادك وكل أنت هبلنا شر الأول أنت لبضو ذريانك وأركي كي جهادك وكل أنت وحارك كي كدم بيا بكسر رياو إيش يقول عدي يا رسول الله رسول صلى الله عليه وسلم وحوكير هبل سو مجون انت سو سنه كدب سو موسن تكنين اله سو موس جودين مركا سو يحويرها اذا وحوير ساس واي مركا سو مجيد صلاه ده مركا ولا عليه الواسب وح لا سمي وح او قيمه بدوا سجود وجيغا او شرفت بدنا اله دوك وديسا وحا لله سبحان ربي الاعلى سجد وجهي للذي شق سمعه وبصره الهي وجيغنا اسيسي او ماشي او شرفت بدنا او قروح بدنا ددك دن ايغا فيريان اديغان دولك كو ديو قف كل امدين داس واي الهي سبحانه وتعالى قف وقتي او غدويا وحا وايه مركو سجود سن يحي واي مركا او غدوده الهي او دعاد لا اقبلايو مركا سجود سنتيد وا اف اكثر في من السجود دعاده بتصده مركا سجود سنتي دعيسو سجود انا بدي خير الله كوسي سيده درتي نفتي اذا ايتينا وحا اندر دار ما ولا لين حكو كون فيز جروبن افرتان ركعو او لبا ركع صلاه صبح لبا ركع صلاه صبح ما ايغا كافيني ما ايغا فلنت افرت ركع غدال لا دغتو كنايو او لغو الى لينايو رسول الله صلى الله عليه وسلم يري حديث قدسي ابن ادم صلي لي اربعه في اول النهار ايتكو افر مالنت بلاو غيدا اني غاني وحان كا كافينا انت دمن مالنت واكو الى لينا الى هاي حديث قدسي نو شيء اذا افرتان الى الى ست وركعو ادين وحالونا مالنت دنا لغو الى لينا وحبها حيث صلاه الصبح لو دركعنا تكو
ثلاث صبح نجمع كتبه أفرتها ركعنا توك الله بيلا بوتوك وحبا كام قادنا سيدي دقيقة قادنا دي أبطو طبعا دقيقة قادنا دي أبطو مركز صار سمي إن شاء الله تعالى إلهي سبحانه وتعالى أنا خير كان وافجيو دنبييني كينا الله دافو جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم انت سهر مانتنا إذن لو داقو ومرهب مانتنا سوقل لكن سؤالوني كادو صونا ونودي لبضاسي لبضاسي اسكو مدمية وحان كانوا رواء ويسو إنك جوابه صلاة الصبح مركان كشي كينا لا بد ركعة كهر ريس وحنا وحافي عن ركعة كوبا تقول يا الكافرون ركعة لو نقول هو الله اللي هو أقريه تاس معني هذا سورة الفاتح اللي أقريني سورة الفاتح مسلم وهذا الكم تاجنا مركزنا قرآن هلا أقري مركي اللي صلاة اللي مرك وحي سورة الفاتح اللي قد رأيوا لكن سورة الفاتح مركز تو تاجن تقارع لين وسورة الفاتح لما أقرنا مية ما سورة الفاتح ولا أقرنا لكن مركا فاتح هذا لما يزيد كذب قل يا أيها الكافرون أقرنا ركعة كوبا تن لا بد نقول هو الله أقريني لكن سورة الفاتح مركز طوال أقرنا إن شاء الله تعالى جزاكم الله خير بارك الله فيكم إلهي سبحانه وتعالى هيدين حفظيو دم بيجينا الله دافو إلهي ترتي سيدين جعلها انت سار هماتنا إيدين لو ذاقو بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبسوط.